عندنا اتصال هاتفي مع فهد بن صالح الجزاع ابو عمر اخصائي برامج تنمويه وبالجمعيه الخيريه لرعايه الايتام بحائل رفاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو عمر. حياك الله اخوي سامي، حيا الله الاخوه جميعا. الله يحفظك ونشكر لك هذه المداخله. ودنا نسالك كرما الاثر الذي سيعود على البرامج التنمويه في جمعيه رفاق بعد اكتمال الوقف. حياك الله اخوي سامي ورحمه الله جميعا. سعيد صراحه بهذه المداخله. طبعا قبل الاثر انا ودي اتكلم بس بشكل سريع عشان ما اطول عليكم، الاهتمام البالغ الموجود عندنا بالجمعيه في الشق التنموي لليتيم. باختصار وعشان نبسط المعلومه، في البرامج التنمويه احنا نحاول اننا ننمي ونستثمر في الانسان، نستثمر في اليتيم. لدينا في البرامج التنمويه العديد من المبادرات التعليميه القيميه المهاريه، بمعنى اننا نهتم باليتيم في كل جوانب، نهتم فيه صحيا، اقتصاديا، نفسيا، تربويا. وبشركم اننا احتفلنا قبل فتره بسيطه بتدشين دراسه حول احتياجات او تحديد احتياجات اسره اليتيم. جميل. يعني لما نسال انفسنا اسره اليتيم وش يحتاجون مننا بالضبط؟ الان ولله الحمد بعد ما تم بحث اكثر من 80% من الاسر المسجله لدينا، طبعا بحثناهم بحث ميداني، عندنا دراسه كامله الحين تعطينا وش الاحتياجات الفعليه لاسره اليتيم. ما شاء الله. طيب لو اجاوب على سؤالك في الاثر، طبعا بعد ما خرجت الدراسه اصبح لدينا الحين العديد من المبادرات في كل مجال. نستطيع ان نقول انه باذن الله تعالى بعد اكتمال الوقت سيتم ترجمه تلك المبادرات من احرف على ورق الى مبادرات حقيقيه فعليه على ارض الواقع باذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله. الله يقويكم. عندكم برامج الان يعني تقدمها الجمعيه بما يخص البرامج التنمويه؟ نبغى حدثنا عن اهمها سريعا كذا. لدينا يعني في كل مجال احنا عندنا لو يعني قلنا الجوانب الخمسه اللي مشوين، في كل جانب عندنا برنامج، يعني على الجوانب مثلا النفسيه عندنا في العديد من الدورات من ناحيه تطوير الذات، الثقه بالذات، تقدير الذات. في البرامج التربويه كذلك عندنا فيما يخص التحسن التعليمي وتطوير الجانب التعليمي لليتيم، في الجانب الاجتماعي كذلك لدينا في بعض البرامج، كذلك في الجوانب الاقتصاديه وغيرها. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.